النهارده بلا شك يوم كروي ساخن جدا جدا، مليان احداث كرويه مهمه وماتشات كمان مرتقبه ومهمه، وممكن البعض منها يكون بيلي قرارات مصيريه في نهايه اليوم الرياضي. اكيد هنكون بنتابعه بكل تفاصيله وبكل احداثه، ولكن خلونا كده نبدا بالدوري. امبارح اتلعبت مباراتين، الاولى كانت على ملعب بترو سبورت وجمعت ما بين الداخليه مع غزل المحله، وانتهت بفوز غالي جدا للداخليه بهدفين مقابل هدف. ممكن يكون كمان فوز بيقلب موازين الصراع من الهروب من الهبوط للقسم الثاني. يعني طبعا بنتابع كل الماتشات خصوصا عند الانديه اللي ممكن تكون بتعاني بعض الشيء، وخلاص فرق النقاط بقى بسيط جدا، كمان الدور الثاني دخلنا فيه فبقى صعب التعويض، فكل ماتش بيكون ليه اهميه كبيره جدا جدا. ولكن نقدر نقول ان الداخليه امبارح مع الكابتن علاء عبد العال نجح ان هو يكون بيحقق مكسب غالي جدا بعد ما كان تعادل يعني ثمين في الجوله اللي قبلها مع النادي الاهلي، وقدر ان هو يكون بيقدم من خلاله نيجيري رشيد احمد. امبارح قدر يسجل نجم الفريق سمير فكري الهدف الاول في الدقيقه 19 من بدايه المباراه من جمله سريعه كده، وانتهت بهدف في شباك الغزل. الشوط الثاني وعلى طريقه يعني زي ما كده نقدر نقول بنشوفها في الملاعب الاوروبيه، قدر يسجل نجم الداخليه عبد الرحمن السكران واحد من اجمل اهداف الدوري حتى الان، مجهود فردي بنتابعه مع حضراتكم على الشاشة علشان يكون في الآخر بيسكن شباك منافسه غزل المحلة بشكل مميز جدا جدا في الدقيقة 46، يفرض الداخلية من خلاله أسلوب لعبه لغاية نهاية المباراة، رغم أن المحلة قدر يسجل يعني من ضربة جزاء عن طريق هداف الدوري أحمد الشيخ، ولكن دي يعني من الأهداف المميزة اللي ممكن تكون من أفضل وأجمل الأهداف اللي هنشوفها يعني في بطولة الدوري اللي بتعتمد على الفردية، يعني هو ده العنوان بتاع الهدف، ولكن كان في تحكم مميز جدا جدا من عبد الرحمن السكران في هذه يعني الهجمه وفي هذه التسديده بالتحديد على مرمى غزل المحله علشان يكون كمان بيساند فريقه بالرغم من محاوله يعني الغزل في العوده مره ثانيه وتسجيل احمد الشيخ في الدقيقه 86 علشان يحاولوا يرجعوا للمباراه، ولكن خلاص بنتكلم عن دقائق قليله كانت بتفصل المباراه عن الانتهاء، فقدر بالفعل الداخليه ان هو يكون بيحسم المباراه وانتهى بالفوز الثمين اللي بنقول لحضراتكم عليه، بيرفع رصيده من خلاله للنقطه ال 20 بيجي في المركز ال 13. الناحيه الثانيه بقى توقف رصيد المحله عند النقطه ال 27 وتراجع للاسف مركز علشان يكون في المركز الثامن، وبالمناسبه دي المباراه رقم 6 للمحله اللي ما قدرش يحقق فيه فيها الفوز بعد اخر فوز على نادي الزمالك كان يوم 24 يناير اللي فات، ومن ساعتها ما كسبش ولا ماتش تاني. المحله كان من الانديه اللي بدات بدايه الدوري بشكل مميز جدا جدا، يعني بالتحديد هو والاتحاد السكندري كانوا من الفرق اللي بدات بشكل جيد جدا جدا، كان في الوقت ده تحت قياده بابا فاسيليو، ولكن حصل كده يعني نقدر نقول تذبذب في الاداء اللي ممكن يكون بيصفر عنه الله اعلم، ولكن هي دي عاده يعني المنافسات المحليه عندنا في الدوري المصري، ممكن تلاقي يعني الخساره مش شرط متكرره، لو حصلت جولتين ثلاثه كده وحسيت ان النتيجه مش احسن حاجه ممكن تكون بتتوقع ان مجالس الادارات ما تكونش بتبقي على الجهاز الفني، ولكن بكل تاكيد طول الوقت بنحتاج فريق زي غزل المحله جماهيري عنده ملعبه وعنده جماهيره، المباراه اللي بتكون على ارضه بتكون بمثابه منافسه رخمة على اللي بيكون بيلعب قصاده، لان الجماهير حاضره والملعب ليه كده طابع معين ليه يعني هويه، فبالتالي نحب ان طول الوقت غزل المحله يكون موجود بشكل جيد في المنافسات المحليه. اكيد هنكون بنتابع ما تبقى ليه من مشواره في بطوله الدوري وامتى ممكن يكون بيستعيد مره ثانيه نغمه الانتصارات. الناحيه الثانيه والمباراه اللي برضو تابعناها امبارح جمعت ما بين المصري مع طلائع الجيش واحتضنها ملعب برج العرب، وانتهت بفوز غالي جدا للفريق بورسعيدي بهدف دون رد سجله نجمه عبده يحيى القادم من غزل المحله، والقدم السنة اللي فاتت موسم مميز جدا مع فريقه السابق، قدر يسجل الهدف في الدقيقة 64 من عمر المباراة واللي كانت مقفولة جدا من كلا المدربين الكابتن حسام حسن والكابتن عماد النحاس. المصري نجح ان هو يكون بيحقق المكسب الثاني على التوالي بعد فوز ثمين برضو على امبي كان في الجولة اللي فاتت بهدفين مقابل هدف، وقبلها كان في تعادل مع بيراميدز سلبيا، علشان يكون بيجمع المصري 7 نقاط في اخر 3 مواجهات بيرتقي للمركز السابع، ده لأول مرة في هذه يعني النسخة من بطولة الدوري.
وبيوصل برصيده للنقطة الـ28، والناحية التانية توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة الـ17، بيجي في المركز الـ14، ودي مباراة رقم 13 لنادي طلائع الجيش اللي ما يحققش فيها الفوز بعد آخر فوز كان على نادي البنك الأهلي اللي بيعاني برضو الموسم الحالي، كان بهدف نظيف وكان يوم 20 ديسمبر 2022. فبالتالي الفريق أكيد بيعاني بشكل كبير جدا، والكابتن عماد النحاس يعني مسك مهمة صعبة في توقيت مش أفضل حاجة، بمثابة طبعا تحدي للكابتن عماد النحاس، هيقدر يقدم إيه، هيقدر يحول الدفة إمتى، ويحول كل يعني كل خسارة أكيد بتبقى يعني مفيش وقت للتعويض دلوقتي. فبالتالي موقف طلائع الجيش في الموسم الحالي لا يحسد عليه، على عكس الموسم اللي فات طبعا اللي قدر يكون بينهي جدول الترتيب مع نهاية الدور الثاني في المركز الرابع، وبسببه دلوقتي هو موجود كمان في قرعة البطولة العربية اللي هنكون بنتكلم عليها بشكل مفصل اللي تابعنا قرعتها امبارح.